السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مطبخ نورا برهم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا، هنعمل اسكالوب بانيه بكل تفاصيله وتكاته. ازاي ما فكش مني وانا بقليه في الزيت، وازاي ان انا اعرف اعمله بطريقة كويسة وبسيطة. تعالوا نشوف كده اللحم من جوه استوى ولا نظامه ايه ولا شكله ايه من جوه. معايا قطعة اهي بالشكل ده كده، ده انا اقطعها كده، شايفين اللحم دايب جدا من جوه، ولا احلى ولا اروع من كده. لو عايزه تشوفي الوصفه دي اتعملت ازاي تابعيني اخر الفيديو عشان خاطر تشوفي الوصفه دي اتعملت ازاي، ويا ريت تعملي لايك ولو ما اشتركتيش اعملي اشتراك، وتعالي نشوف الوصفه اتعملت ازاي. معايا المكونات بتاعتي، معايا ملح، معايا كزبره ناشفه ناعمه، معايا حبهان، معايا فلفل اسمر، معايا بصلايه واحده، معايا معلقتين كبار خل. دي التوابل اللي انا هستخدمها، مش هستخدم اي حاجه تانية مع الحاجه دي، عشان انا عايزه طعم اللحمه عندي يبان، مش عايزه ان انا اكل اي حاجه فيها توابل وخلاص. معايا اللحمه اللي انا هستخدمها، يا بستخدم من عند الجزار يا وش فخده، يا اما اللي هو العرق الفليتو. انا مستخدمه هنا عرق الفليتو، انا مقطعاه بالشكل ده كده، شرايح كده بالشكل ده، لان اللحمه الفليتو دي طريه جدا، بتاخدش وقت في السوا بتاعها. هنبدأ ان احنا ناخد المكونات دي كلها، هنبدأ ناخد المكونات دي كلها مع بعضها، نضربها في الكبة مع شوية الخل دول. البصلة عندي في هنا الراس بتاعت البصلة الحتة دي، في ناس كتير بتشتكي لما تكون بتعمل حاجة مشوية او بتعمل حاجة زي كده، تقول الحاجة مرارة، بس دي بقى اللي بتمرر البصلة، فانا لازم اشيلها بالسكينة كده، اطلعها خالص كده من قلب البصلة، الجزء ده كده تبقى ناشفة، اللي هي دي كده اللي هي الراس نفسها، وارميها وابدأ ان انا اخلط كل ده مع بعض. هنزل باللحمة عندي في حاجة غويطة كده، هنزل بالتتبيلة على اللحمة بعد ما طحنتها كده، هقلب التتبيلة دي في اللحمة كده زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ بنتبل كده ونوزع التتبيلة اللي احنا عملناها ديت بالشكل ده كده في اللحمة، وبسيبها لمدة ساعتين عشان خاطر الأرسجة بتاعتها تدوب معايا، ولما اجي اشتغل فيها واقدمها اللي بياكل يبقى اللحم عندي طري وجوسي، ما بقاش ناشف معايا، برغم ان هي يعني ما بتستحملش سوا لان ده فليتو. اتاكد من كل حته ان هي اتبلت، واسيبها في الثلاجه لمده على الاقل ساعتين، يكون افضل طبعا لو قبلها بليله. اسيبها بالشكل ده كده، ونيجي نعمل الكفر بتاع الحاجه بتاعتنا. بعد ما قعد عندي البوفتيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الثلاجه، قعد معايا ساعتين اتبل، هنبدا ان احنا نديله الكفر بتاعه. عباره عن دقيق، عباره عن بيض وميه، فنجان ميه هزوده على البيضتين عشان خاطر ما يلغيش معايا واثناء ما انا بشتغل. معايا بقسماط ناعم، هاخد ملح وفلفل اتبل بيه الدقيق، احط رشه ملح واحط رشه فلفل اسمر على الدقيق، هحط كمان رشة فلفل اسمر على البيض، رشة صغيرة جدا ملح على البيض برضو، حط شوية كزبرة ناشفة ناعمة على الدقيق، بالشكل ده كده، اقلب كل ده كده مع بعضه. هضرب البيض عندي كده، افكه الاول، هنزل بفنجان الميه او لبن على البيض بالشكل ده كده، اخد قطعه الاسكالوب كده بالشكل ده كده، احطها في الدقيق، ادوس عليها بايدي، اضغط عليها بايدي عشان يشرب من الدقيق، عشان ما يعملش الفاصل اللي بيعمله. في ناس كتير بتقول ان الكفر ده بيقع منها اثناء ما هي بتقلي في الزيت بسبب الضغطه دي، الضغطه ديت تخلي الكفر ثابت ما يقعش منك في الزيت ولا يفكش منك بالشكل ده كده، واحط في حاجه واسعه عندي كده بالشكل ده، هعمل واحده كمان، افردها كده واضغط عليها بالشكل ده كده، واكون عندي حاجه واسعه احط فيها عشان خاطر ما احطش فوق بعضه، اضغط ضغطه حلوه عشان خاطر يشرب الدقيق وفي نفس الوقت ما يفكش مني. هحطها في صينيه واسعه، هكمل بقيه الكميه بالشكل ده، بعد كده هنزل بقى في البيض، بعد كده في البقسماط. عملنا الاسكالوب بالشكل ده كله، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كله،
مرة واحدة بالدقيق. هنعمل بقى الخطوة التانية اللي هي البقسماط. فاضل عندي شوية دقيق هنا، احطه عليهم بقسماط عادي، اشتغل بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا بقى اقلب ده. البقسماط عندي متبل، جاي جاهز متبل بالشكل ده كده. لو مفيهوش ملح بحط رشه صغيره جدا من الملح، عشان خاطر انا عامل حسابي اللي انا متبله الاسكالوب ومتبله البيض عشان ما يملحش معايا. هبدا اخد شريحه شريحه بالشكل ده، انزلها في البيض كده. باخد البقسماط بالشكل كده واضغط عليه. اثناء ديت عندي طاسه على النار دي بالشكل ده كده، احطها في حاجه. ناخد كمان قطعة كده ننزل بيها في البيض، نصفي حلو كده البيض منها الزيادة، صفيها حلو. ننزل بيها بالبقسماط برضو، على البقسماط كده. هنعمل كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وهنبدأ بعد كده ايه نبدأ نيجي نقلي ان شاء الله. عندي طاسة على النار بالشكل انتوا شايفينه ده، وفيها زيت سخن، مكترش كتير في الطاسة عشان خاطر ما يفكش منه والزيت يبرد بالشكل ده كده. بعد ما خد عندي اللون الذهبي ده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هبدأ اطلعه على مناديل المطبخ كده. وهنعمل بقية الكمية بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده، وهنرجع نشوف هنعمل ايه. وبكده نكون انتهينا من وصفة الاسكالوب بانيه، عملناه بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. لو عجبك النهاردة الفيديو ارتمي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك عشان يوصلك كل موعد جديد.